بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 45 في أقسام معنى الكلام، وذكر من أقسام معنى الكلام الخبر وانتهينا منه، والاستخبار وانتهينا منه. ثم يقول الثالث الشرط. يبقى أقسام معنى الكلام: الأول كان الخبر، والثاني الاستخبار اللي هو الاستفهام، وقلنا الاستفهام إن كان مثبت يسمى تقريري، وإذا كان منفي يسمى إنكاري. ثم بعد ذلك يتكلم على النوع الثالث من أقسام الكلام في معانيها، يعني الشرط. والشرط تملي يتكون من جملتين، جملة شرط وفعل الشرط، يسموها المناطق المقدمة والإيه والمؤخرة. القاعدة الشرط ويتعلق به قواعد. القاعدة الأولى: المجازاة إنما تنعقد بين جملتين، أولهما فعلية لتلائم الشرط، مثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه. يحصل إيه بقى؟ يشرح صدره للإسلام، مش كده برضو؟ يبقى إيه؟ تملي تكون من جملتين، وبدأ بالجملة الفعلية اللي هي أولهما، اللي هي إيه؟ جملة الشرط الأولى. التانية بتبقى إيه؟ جزاء الشرط أو جواب الشرط، مش كده برضو؟ أولهما فعلية لتلائم الشرط، مثل قوله تعالى: يرد الله أن يهديه. كنت جئت بآية، إن كنت جئت بآية فأت بها. وكذلك: فإن استقر مكانه يحصل إيه؟ فسوف تران. فهمت برضو؟ بس إيه؟ بدايتها جملة فعلية. إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك إيه؟ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. كل دي جمل فعلية بدايتها. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل دي بدأ بالجملة الفعلية. وثانيهما اللي هي بقى الجواب الشرط أو المجازاة، الجملة التانية بقى قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. يبقى إيه؟ الجملة جملة الشرط بتبقى فعلية وجوابها إما اسمي أو فعلي، واضح؟ وثانيهما قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، والفعلية قد تكون جازمة وغير جازمة، أو ظرفية يعني متعلقة بظرف زمني أو مكاني، أو شرطية يعني فيها إيه؟ فعل شرط. كما يقال في الجملة التانية بقى: فأولئك يدخلون الجنة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. أولئك دي اسمية وربطها بالفاء، فهمت؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. برضو دي ايه؟ اسمية. فهو على نور من ربه، الجملة التانية. فأتي بآية
إن كنت من الصادقين. دي برضو جملة فعلية، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فسوف تراني، دي ايه؟ دي ظرفية، مش سوف دي ظرف، طيب تبقى ايه؟ ظرفية للاستقبال يعني. إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا جمع بينهما، بين الجملتين بقى، الجملة الأولانية والجملة الثانية، فإذا جمع بينهما وبين الشرط اتحدت جملة واحدة، نحو قوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك، شوف ربطها بالفاء أهو، فأولئك يدخلون الجنة. وقوله سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقوله إن كنت جئت بآية فأتي بها. وقوله فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقول وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. وقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالأولى من جملة المجازاة تسمى شرطا والثانية تسمى جزاء. ويسمى المناطق الأول مقدما والثاني تاليا، أو مقدما وتاليا. فإذا حل الرباط الواصل بين طرفي المجازاة عاد الكلام جملتين كما كان. فإن قيل فمن أي أنواع الكلام تكون هذه الجملة المنتظمة من الجملتين؟ قلنا قال صاحب المستوفي العبرة في هذا بالتالي: إن كان التالي قبل الانتظام جازما كانت هذه الشرطية جازمة، أعني خبرا محضا، لأنه لا يجزم إلا بخبر محض. جازمة يعني إيه؟ جازمة يعني إيه؟ تدل على أمر لا شك فيه، أعني خبرا محضا. ولذا جاز أن توصل بها الموصلات، كما في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإن لم يكن جازما لم تكن جازمة، بل إن كانت تالي أمرا فهي في إعداد الأمر، كقوله تعالى إن كنت جئت بآية فأتي بها، هي جاية في إعداد الأمر أهو، إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. وإن كانت رجاء فهي في إعداد الرجاء، كقوله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني. أي فهذا التسويف بالنسبة إلى المخاطب. فإن جعلت سوف بمكان أمكن، يعني أمكن رؤيتي، كان الكلام خبرا صرفا. فأما الفاء التي تلحق التالي معقبة فللاحتياج إليها. الفاء دي اللي هي بيربط الجملتين بالفاء، أحيانا يربط بالفاء أحيانا ما تحتاجش رابط، حيث لا يمكن أن يرتبط التالي بذاته ارتباطا، وذلك إن كان افتتح بغير الفعل. يعني لما يفتتح الجملة الأولانية تبقى اسمية، تملي يربط بالفاء. لو كانت الجملة الأولانية اسمية تملي تحتاج للفاء. افتتح بغير الفعل يعني افتتح باسم، كقول فأينما تولوا فثم وجه الله. شوف فأينما، فأين دي ايه؟ دي تعتبر ظرف،
والظرف اسم وليس فعل، مش كده برضو؟ فأينما تولوا، فجاب بقى الفاء هنا، فثم وجه الله. ما قالش ايه فأينما تولوا ثم وجه الله، لا قال فثم وجه الله. وقوله سبحانه من جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها. لا احنا فين؟ وذلك إن كان افتتح بغير الفعل، كقول فأينما تولوا فثم وجه الله، وقول سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لأن الاسم لا يدل على الزمان فيجاز به. وكذلك الحرف إن كان مفتتحا بالأمر، كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأن الأمر لا يناسب معناه الشرط، فإن كان مفتتحا بفعل ماض أو مستقبل ارتبط بذاته، ما يحتاجش ساعتها الفاء بقى. نحو قوله إن جئتني أكرمتك، ونحو قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، ما قالش فينصركم. وكذا قوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، ما قالش فلا يؤخذ منها، لأن هذه كالجزء من الفعل وتخطاها العامل، وليست كإن في قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فإن قيل فما الوجه في قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقول ومن عاد فينتقم الله منه، قلنا الأظهر أن يكون كل واحد منهما محمولا على الاسم، كما أن التقدير فأنتما قد صغت قلوبكما، فهو ينتقم الله منه، يدلك على هذا أن صغت لو جعل نفسه الجزاء للازم أن يكتسب من الشرط معنى الاستقبال، وهذا غير مسوغ هنا. ولو جاء لأن صغت هنا ده كان في الماضي، واخد بالك؟ ولو جاز لجاز أن تقول أنتما إن تتوب إلى الله صغت، لا ده الإصغاء لحديث نفسهم كان قبل أن يتوب، أو فصغت قلوبكما، لكن المعنى إن تتوب فبعد صغوا من قلوبكما ليتصور في معنى الاستقبال، يعني طلب التوبة في الاستقبال، يعني مع بقاء دلالة الفعل على الممكن. وأن ينتقم اللي هو من عاد فينتقم الله منه، لو جعل وحده جزاء لم يدل على تكرار الفعل كما هو الآن، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الثانية اللي هي أصل الشرط والجزاء، أن يتوقف الثاني على الأول غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.